اهلا اهلا اهلا، اهلا 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 يا بالشباب صباحو. الطيبين طيب بص يا جماعه، حاتم. الاسئله اللي موجوده هرد عليها، بس احنا معانا يعني حد وجهه يعني مشهور جدا في البلد دي، فمش هنقدر نعمل حاجه غير لما نقعد نخلص كل اللي احنا عايزينه معاه. للتعريف تمام، انا الله هقول دقيقه يخليك. تعريف وبعدين هسيب مازن يتكلم. للتعريف، مازن اورسو من اجمل الناس اللي ممكن تتعامل هنا معاها في بريطانيا. انا هقول من تعاملي معاه، هو شخصيه حبوبه ولذيذه جدا. الراجل بصراحة عليه كمية فيديوهات عن السفر والسياحة والدراسة في بريطانيا وحاجات كتيرة قوي خاصة ببريطانيا ودول تانية روعة، على الفيسبوك وعلى التيك توك. ما عندكش يوتيوب ولا عندك يوتيوب؟ لا، في يوتيوب كمان، ويوتيوب، تمام؟ ويوتيوب انتوا هتدخلوا تدوروا بالاسم الجميل ده، مازن اورسو، هتلاقوه موجود في الفيسبوك وهتلاقوه موجود على التيك توك. انا النهارده مستضيف مازن عشان نتكلم عموما، لان يوم الاحد ان شاء الله في لقاء ما بيننا، هكون انا وهو ونبيل، طبعا عند نبيل هنتكلم او هيتكلم معانا على منحه الشيفنينج بالتفصيل الممل. النهارده مش منحه شيفنينج، النهارده هنتكلم عموما، تمام؟ سياحه وسفر وبريطانيا. ماشي يا مازن؟ أكيد أكيد. طيب عرف نفسك، ما انا بحب ابتدي كده. ما شاء الله، أنا مازن محمد، معروف بمازن أورسو. أنا خلصت ماجستير هنا في جامعة ساسكس في الإعلام والتنمية، والآن عايش في بريطانيا وشغال مصور وشركة بتاعت ميديا برودكشن كده لا ما خفيفة. شاء الله. أيوه، لكن أنا سوداني وكنت عايش في السعودية وبين مصر وبين السودان وبين ماليزيا، والآن في بريطانيا الآن. طب استنى، في حاجة بسيطة جدا، أنت قعدت في ماليزيا قد إيه؟ قعدت 4 سنوات ونص، عملت حلو. البكالوريوس الرئيس في ماليزيا. حلو، إيه رأيك في ماليزيا؟ عشان هسألك كام سؤال على ماليزيا، بما إن أنا بروح ماليزيا كتير أو رحت. ماليزيا بالنسبة لي، طبعا ماليزيا طبعا هي ماي سكند هوم. عارف لما انت تكون عندك بلد ثاني، انا لما طلعت من السعودية رحت على ماليزيا وعشت فيها. طبعا فترة الجامعة دي بتكون أهم فترات الحياة طبعا. فماليزيا بالنسبة لي بيتي الثاني، يعني بلدي الثاني. عايز أرجع، لسه ما رجعت لها من ما خليتها من 10 سنوات، بس إن شاء الله عايز أزورها مرة ثانية لأنه قالوا تغيرت شديد في الفترة دي. طيب انا هتكلم في حاجه، في الشغل في ماليزيا، انت اشتغلت في ماليزيا ولا مجرد درست فيها وعشت فيها بس؟ أنا درست واشتغلت في شركة اسمها مايند فالي، شركة هي معروفة الآن، إلى الآن هي هم بيبيعوا مديتيشن كورس وبيرسونال ديفلوبمنت كورسز أونلاين وكلام زي كده. أنا كنت شغال في السوشيال ميديا. أشوف أنا شغال في السوشيال ميديا كموظف قبل 11 سنة، من 2013. فاشتغلت معاهم اي سي او سبيشالست وسوشيال ميديا مانجر في مايند فالي، في مايند فالي ارابيك، وكانت تجربه جميله جدا. ولكن الفكره انه المشكله في ماليزيا انه الرواتب من اسوء الرواتب في العالم. يعني مهما تكون انت بروفيشنال، الرواتب ما بتوصل 1000 دولار. يعني لو وصلت 1000 دولار انت بتكون خطير. انت بتكون هناك الرواتب 500 دولار 400 دولار. عشان كده ناس كثيره بيدرسوا بس بيروحوا. انت عارف التوجه الان، الفتره انا كنت فيها التوجه كله كان يدرسوا الجامعه ويقدموا على البوينت سيستم بتاع استراليا. انا عندي كل الناس اللي اتخرجوا معايا، يمكن اكثر من 6 اولاد شباب سودانيين طلعوا من ماليزيا وراحوا على استراليا، هاجروا ومعاهم جوازات الان استراليه. شوف بعد ماليزيا يعني يعني كله خدها كأنها كوبري بريدج. بالضبط، بيخلص ماستر، بيخلص جامعه، بعد كده بيقدم في البوينت سيستم بتاع استراليا وبيروح على اخر. تمام. طيب يعني انت بتقول ان الحياه في ماليزيا، لان انت فعلا بتاكد لي الكلام. انا لما كنت في ماليزيا قابلت صديق ليا مصري وعملنا لايف على اليوتيوب مع بعض وقلب المل، ده كان من حوالي 3 سنين، قال نفس الكلام. تقول المرتبات ضعيفه. الحاجه الثانيه اللي هاكدها معاك موضوع الاقامه، انت ما ينفعش توصل الاقامه دايما، ما لا حدش لا بياخد الاقامه دايما، صح كده؟ ايوه، ما في اقامه دائمه، ما في تجنيس، ما في. هم ماليزيا ستايل خليجي، عارف ستايلهم خليجي، بيحسسوك كانهم سعوديين ولا اماراتيين ولا. فهم الجنسيه بتاعتهم صعبه جدا، ما بيدوها لاي حد.
وحتى عندهم بعد كده عملوا إقامة هاي اسمها ماليزيا ماي سكند هوم، عملوا ايوه سيستم كده معين اللي هو بيدوك تشتري بيت او كده بيدوك إقامة 90 سنة او حاجة زي كده، برضه يعني فيها ليميت يعني، مش يقول لك مدى الحياة يعني. ف تعرف مين اللي خد إقامة دائمة؟ واحد بس في خلال ال 20 سنة اللي فاتوا، هو واحد. عارف جنسيته ايه؟ وليه خدها؟ لا مين؟ سوداني، طبيب دكتور، وعشان عمل خدمات كتيرة قوي في الطب ليهم، واو واتجوز من ماليزيا وخلف من ماليزيا. ممكن بديك اسمه لو عايز. ايوه اديله إقامة دائمة بس، مفيش جنسية. جنسية ايوه واداها له ايه؟ بعد ما طلعوا عينه، يعني هو اخونا دكتور سوداني عايش هناك بقاله 3 سنين. هو كبير في السن، هو اخر الخمسينات، عايش بقاله حاجه و30 سنه في ماليزيا، في كوالالمبور. بسم الله ما شاء الله، شغال دكتور، اعتقد كان قلب او حاجه كبيره، انا مش فاكر بالظبط تخصصه ايه. ومتجوز ماليزيه ومخلف منها، واولاده كبروا، وفي الاخر عشان يعني كده، لان الراجل ليه خدمات جليله على البلد، راحوا مدينه اقامه دايما واو الجنسيه. واو 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 ايوه لا صعبين، مع انه شوف يعني مثلا السودانيين العوائل اللي كانت موجوده هناك انا بعرفهم كلهم، العوائل السودانيه كانت محدده اللي جو في التسعينات، وهم كانوا طيارين في سودا في اير سودان، سودان اير ايرواي، وكانوا طيارين لما اتباعت سودان ايرويز وسقطت يعني ايام الكيزان وكده، على طول سافروا وين؟ سافروا ماليزيا واشتغلوا في ماليزيان ايرواي. فهم ديل اكثر ناس كانوا في ماليزيا، وبرضه الدكاتره، وعندك اساتذه الجامعات في الجامعه الاسلاميه، في بتروناس، في كم استاذ جامعي كده موجود هناك، بس بسيطين جدا السودانيين اللي كانوا هناك، وكثير منهم زوجوا ماليزيات برضه يعني، في ناس كثير بالظبط. زوجوا ماليزيات، لانه انا كان عندي واحده معانا في الجامعه كانت امها ماليزيه وابوها سوداني. ميكس طيب، هو خليني اسال سؤال بس، مثلا السؤال، شباب فين اللايك، فين الفولو لمازن؟ عايزين نفولو مازن على قد ما نقدر. الراجل ده بيعمل فيديوهات تحفه، لازم تشوفوها. وبعدين هو مش بيتكلم بس، هو عامل زي ميزه مازن كمان، ليه اقرب يعني من اقرب الناس ليا، لانه نفس الفكره، سفر وسياحه، شغل وهجره، اللي هم كلهم مجمعهم مع بعض. فحاولوا تعملوا فولو لمازن، احنا عاوزين نوصله 100,000 زي. طبعا الله خليك يخليك، بس 100,000 وصلت مبروك خلاص. في 100,000 ايه؟ انا 102,000 دلوقتي. باقي ليا 1000 و 1500 بس 1500؟ انت دلوقتي 99، 98 ونص. 98 ونص ايوه طب شباب، الشغل بقى يا جماعه، يعني كتر، احنا بنقول لكم معلومات ببلاش اهو، بنطلع لايفات بنحاول نفيد الناس، احنا محتاجين الفايده منكم بس. الفولو، فولو دلوقتي المازن الله ده اهم حاجه يخليك، عندي، وفولو ليا طبعا اكيد، بس مازن دلوقتي. فولو يا جماعة لحاتم يتابعونا. طيب يا مازن، تنصح الناس تروح ماليزيا ولا لا؟ حاليا لا، طيب ليه لا؟ كسياحة نعم، ولكن كدراسة أو إقامة كدراسة أو وصول. شغل لا، طبعا شغل لا، دراسة ممكن يعني، دراسة كويسة ونظيفة والبلد حلوة والشعب حلو جدا ومريح، وبس كدراسة أنا بالنسبة لي الآن، خصوصا لو أنت عايز يعني تطور من يعني من جوازك او من جنسيتك او تغير جوازك، انا شايف انك انت الفلوس اللي تدفعها 4 سنوات في ماليزيا ادفعها في بلد ممكن تتوطن فيها يكون احسن، لانه ماليزيا ما فيها مستقبل، ماليزيا هي 4 سنوات ويلا ستودنت فيزا وتخلص وتنتهي خلاص، هترجع وين؟ لو انت سوداني هترجع السودان، شايف انك احسن بالنسبه لي خصوصا للسودانيين، زمان احنا كنا بنرجع للسودان، عندنا بلد وعندنا في هترجع ان مستقبل شاء في الله، السودان هترجع وعندنا الحمد لله ان شاء الله بترجع ان شاء الله، لكن حاليا انت لو عايز تطور من نفسك في الفتره دي، فتره النزوح وفتره اللجوء وفتره الغاء، الناس تطلع لدوله انت ممكن تستوطن فيها، ممكن تقعد فيها، ممكن تاخذ فيها اقامه دائمه، ممكن تشتغل فيها، يعني اي دوله اوروبيه ممكن، اللي هي اسهل حاجه بالنسبه لل، في ناس برضه كانوا بيسالوني عن روسيا مثلا، انا اخوي درس في روسيا، حلو، سألوا تعالى عن اتكلم على روسيا، روسيا. روسيا انا اخوي درس في روسيا، درس هناك 5 سنوات، ففي شباب ماشي. الان بيحاولوا يتواصلوا معي يقولوا عايزين نمشي روسيا، فقلت لهم يا اخي الفلوس اللي تدفعوها في روسيا يا اخي ادفعوها في المجر مثلا، ادفعوها في تشيك ريبابليك، ادفعوها في بلد اوروبي
ادفعها في ايطاليا، صح، في ايطاليا ممكن، ايطاليا بتديك اقامه، اقامه 3 سنوات، وبعدين بتطور يعني من بعد ال3 سنوات لو لقيت شغل. تقعد، انا اختي الان في ايطاليا ومعها اقامه عمل والحمد لله يعني خلاص مستقره هناك. وفي هل هي صح في الدول الاوروبيه الان تاخذ 10 سنوات عشان تاخذ الجواز في، ولازم تتعلم اللغه و... بس في مستقبل، في ليميت للخطه، عارف؟ بدل ما تروح روسيا، روسيا طبعا جوازها، روسيا بيعطوك الجنسيه لو تزوجت، سهل جدا انا واحد يعني. صاحبي اتجوز روسيه في نيوزيلندا ايوه وخد الجواز اون سبوت على بعد طول سنه بالظبط. اهو. ايوه في سودانيين وفي يمنيين بعرفهم كثير متزوجين روسيات ومعاهم جوازات الان. بس هل الجواز الروسي لا بعد الحرب وبعد الحاصل في اوكرانيا وكذا، هل هو يعني ملاذ، ملاذ يعني احنا حاجه عايزين اصلا ناخدها ولا لا؟ فانت لازم تسال نفسك الاسئله دي. تمام، انا بس عايز ارد على سؤال تحت. لازم يكون معاك طارق، لازم تكون معاك ثانويه عامه وناجح فيها، ومعاك في اليوم اللي انت بتقدم فيه للوتري الامريكي، عشان بس هو سأل السؤال ده حوالي 40 مره. فطارق لازم يكون معاك ثانويه عامه وناجح فيها، ومش ناجح معاك، يبقى ناجح يبقى معاك في اليوم اللي انت بتقدم فيه على اللوتري الامريكي. سوري يا مازن، معلش. لا لا عادي، خليك على الأسئلة. طيب خليني بس، لا احنا هنرد على الاسئله يا جماعه، استنونا بس شويه عشان بنطلع كده معلومات حلوه جدا على الدراسه في ماليزيا وفي روسيا وعلى الدراسه عموما في ايه في دول كتيره. احنا الشفنك مش هنتكلم عليها النهارده يا جماعه، لان في لايف هيبقى مازن وانا ونبيل، عند نبيل ان شاء الله يوم الاحد هنطلع نتكلم في الشفنك. فالشفنك النهارده مش هنتكلم فيها خالص، تمام؟ احنا هنتكلم فيها عند نبيل. دلوقتي احنا بنتكلم في حاجات كتيره خاصه بمازن. مازن، انت لما درست في ماليزيا، ممكن نسألك هي الدراسة بتكلف حوالي كام في ماليزيا؟ يلا شوف، ماليزيا في يعني هو يعني مهاتير محمد لما مسك الحكومة وعمل النهضة، النهضة اللي حصلت في ماليزيا دي كان النهضة، نهضة دراسية، نهضة تعليمية بمعنى الكلمة. ففي الجاب بين الجامعات طبعا كبير، يعني في الحكومي اللي هو بيكون من 2000 ل من 1500 ل 3000 دولار السنة، وفي الخاص اللي هو بيكون من 8000 ل 15000 دولار في السنه. في المجالات كلها يعني يعني المساحه انك انت تختار جامعه على حسب البادجت بتاعتك موجوده. طبعا كل ما تطلع بره المدينه، بره كوالالمبور، كل ما الدنيا بترخص، كل ما الدنيا بتكون ارخص، بتكون احلى. الايجارات رخيصه، ممكن ب 100 دولار تاخد لك غرفه، فاهم؟ انا زمان ذاك انا اصحابي كانوا في بتروناس، كانوا الايجار بتاعهم ب 70 دولار في السنه، في الشهر. 70 دولار انا ولا كنت حاجة. ساكن، انا كنت ساكن ب 150 دولار في اوضه ب 150 دولار. اه وشوف حلو 150 جدا. دولار دي في كوندومينيوم، في مسبح، في ساونا، في بخار، في جاكوزي، في سوبر ماركت، ب 150 دولار. تخيل الرقم. انت عارف ايه الميزه في ماليزيا لما تدرس فيها؟ هي فيها ميزه مش عارف تعرفها ولا لا، ان بتسهل لك انك تروح سنغافوره تشتغل، لانهم معترفين جدا بال بيركوجنايز قوي الدراسه اللي في ماليزيا، وبيعتبروها ايكوال اللي خدوه في سنغافوره، فبتعرف تلاقي شغل في سنغافوره كويس. بالظبط بالظبط. بس سنغافورة طبعا لو تشتغل في سنغافورة، طبعا الماليزيين بيعملوا ايه؟ الماليزيين كلهم ساكنين في مدينة اسمها دور دور جهور بهارو، جهور بهارو جوهر بارو. جوهر بارو، جوهر بارو، وبيقطعوا الحدود يروحوا يشتغلوا في سنغافورة، لأن الرواتب هناك 5 أضعاف الرواتب بتاع ماليزيا. فكل الناس بيروحوا عايشين في جوهر بارو، ويروحوا على سنغافورة ويرجعوا. انت تعرف ان انا كنت عايش في سنغافوره 3 سنين؟ نو واي، عشان كده انا عارف جواب من ايه؟ انا عشت في سنغافوره 3 سنين واشتغلت فيها، وانا بقول لك سنغافورة غالية 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 جدا يعني. على حسب مرتبك، لو مرتبك كويس مش هتحس انها غاليه الصراحه. يعني بص، انت بتاخد كام؟ يعني احنا يعني انت كلامك صح في حاجه، اللي بياخد 1000 في ماليزيا في سنغافوره نفس الشغلانه بنفس الخبره بياخدها بياخد 6 اضعافها، مش 5 اضعافها كمان، يا هياخد 6000، هياخد 6000 في سنغافوره. وناس كتيره جدا مصريين انا اعرفهم، اصدقائي، عملوا ايه؟ راحوا درسوا ماجستير في ماليزيا في جهور او في كوال او فاتيفر،
وبعدين دوروا على شغل وهم في ماليزيا في سنغافوره، ونقلوا سنغافوره بعد ما خلصوا. عظيم هي دي عظيم من مميزات انك تدرس في ماليزيا. بالظبط بالظبط. ايوه طبعا سنغافوره لو انت عايز تجمع فلوس، ايوه طبعا حلوه مدينه، بلد حلوه طب ورواتبها ممتازه. سؤالي ليك على ماليزيا، هل انت حاسس، بس نتكلم بصراحه ماشي، معلش يعني انا بصراحه، هل حسيت ان الماليزيين عندهم اي عنصريه تجاه اي حد؟ عنصريين؟ هم عنصرين ما بين نفسهم الماليزيين، يعني هو السؤال هنا عنصرين ما بين الصيني والهندي والملاي، فما بالك بالاجنبي. الاجنبي طبعا هم عارفين في النهايه انك انت موجود هنا لفتره معينه وهم مستفيدين منك وهنا، فعشان كده التعامل بتاعهم سهل وجميل. وغير كده ان هي بلد سياحيه، فهم تعودوا على ان هم يتعاملوا مع السياح بكل الاشكال بكل الانواع. ف نحن كسودانيين كانت الفكره انه مثلا احكي لك موقف. طبعا نحن كسودانيين طبعا انت هناك انت ما عارف انت تقول شنو، لان هم عندهم برسبشن معين للعرب وبرسبشن معين للافريكان. فانت لما تقول افريكان فهو هيشوف نيجيريين وغانيين وكده وكينيين، ولما تقول عرب هيتخيل السعودي. فنحن في النص، نحن في النص ما معروف نحن ايه بالضبط، فاهم؟ فكلنا لما كنا بنأجر مثلا الغرف تتصل عليه يقول لك وير يو فروم؟ فروم سودان. ما بيعرف السودان، هو ما بيعرف السودان دي شنو. فطيب السودان دي وين؟ يا اما هتقول له عرب عرب عرب، ولا هتقول له افريكا افريكا افريكا. لما تقول له افريكا هيقفل السماعه على طول. لما تقول له عرب هيتخيل بقى سعودي معاه فلوس واماراتي، فاهم؟ فممكن لما يشوفك برضه يكون عنده اسلوب مختلف. في شقق مثلا يقول لك اونلي تشاينيز، اونلي انديان، اونلي ملاي، عندهم الاسلوب ده. اوف يعني بيكون مثلا شقه فيها كلها صينيين، يقول ما عايزين عايزين صينيين بس، عايزين ملايين بس. والحمد لله يعني الحمد لله بتلاقي بعد كده شقق او اماكن على حسب انت اسلوبك وتعاملك، وكمان لما تفتش زياده بتلاقي يعني. بس دي كانت المواقف اللي بتحصل ايام السكن في السودان. واللي انا سمعته برضه هتاكد لي ان هو الحياه، انا رحت كتير، رحت 60 مره هناك، يعني رحت 60 مره كل ماليزيا. انا شايف الحياه رخيصه جدا، مش بس السكن، الاكل والشرب والمواصلات وكل حاجه تعتبر رخيصه جدا. كلامي صح ولا غلط؟ انا كنت جاي سائل. لا لا، بلد رخيصة، بلد رخيصة. لا طب لا، بلد رخيصة بالنسبة لأي واحد جاي من بره معاك دولار، أنت بتكون مرتاح هنا. طب الجامعات الماليزيه معترف بيها فين؟ يعني انا عارف ان معترف بيها في سنغافوره، معترف بيها فين تاني؟ الجامعات الماليزية من أقوى الجامعات في آسيا طبعا على فكرة، وهي الجامعات الحكومية. الجامعات الخاصة مثلا بيكون عندهم توينينج بروجرامز، يعني أنا مثلا الشهادة اللي أنا اتخرجت فيها هي جامعة ويست اوف انجلاند بريستل في يو كي. فأنا ما عندي جامعة في ماليزيا، أنا الجامعة بتاعتي هي جامعة بريطانية، عاملين توينينج بروجرام. أنت ممكن تاخد سنتين في ماليزيا سنة في بريطانيا، سنتين في ماليزيا سنة في ماليزيا سنتين في بريطانيا، أو 3 سنوات كاملين في ماليزيا. فأنا أخذتها كلها في ماليزيا بس معايا شهادة من بريطانيا. واو يعني حتى الكلام مش ده جميل، مكتوب عليها إن هي ماليزيا، يعني أنا لما تشوف البكالوريوس حقي هتشوف مكتوبة وسط انه انجلند. ويست اوف انجلاند يو كي، كاني درس في بريطانيا جامدة جدا الموضوع ده. جماعة بالظبط. الشير واللايك والفولو لمازن لو سمحتوا، فولو لمازن يا جماعة، لأن مازن عارف دراسة في حتت كتيرة جدا، وبما إنه فتح روسيا هنتكلم على روسيا، فتح المجر هنتكلم في المجر. فلو عايزين بقى فولو يا جماعة للراجل الجميل ده، وعايزكم تكونوا تشوفوا الفيديوهات بتاعته، هو فيديوهاته تحفة أصلا. وبعدين الراجل ده عنده ميزة مش عندي خالص، إيه هي بقى؟ انه بيحب يمنتج، فبيطلع حاجه كواليتي عاليه جدا. انا يا جماعه المونتاج عندي ده اوحش حاجه، بكرهه تماما، فهتلاقوني في فيديوهاتي واحده. ده بقى لا، ده بيتفنن، يطلع الصوت هنا، يطلع المنظر هنا، يعمل كذا. في حاجه تانية كمان للناس عاوز اقولها عليها، عشان مازن عمل فيديو كويس قوي مع طلبه سودانيين اخواتنا كانوا جايين هنا على منحه الشيفنينج، عمل معاهم لقاءات حلوه جدا جدا جدا. اللي عاوز يحضر لللايف بتاع يوم الاحد عشان يبقى اسئلته كلها في الصميم زي ما بنقول، روحوا اتفرجوا على الفيديو اللي هو عامله مع الطلبه السودانيين اللي خدوا منحه شيفنينج هنا في بريطانيا. المنحه دي ببلاش خالص، مقدمه من الحكومه البريطانيه. شوف الفيديو هو حطه كله، تحطه على مره واحده ولا على كذا جزء؟
لا هو انا حاطه مره واحده، لكن في فيديوهات تانية برضو تعريفيه عن الشيفنينج والمنحه موجودة في التيك توك والفيسبوك الاثنين واليوتيوب. موجودين. ايوه طب احنا عاوزين الناس كلها تعمل اللفة دي عشان الراجل ده محتاجين ان هو فعلا فعلا يتشهر لان عنده معلومات تحفة. هو الله مشهور يخليك هو يا مشهور حبيبي. مش محتاج يتشهر، بس احنا عاوزين نطلعه اكتر يعني، كل ما نطلعه اكتر كل ما. طيب خلصنا ماليزيا، انت بتتكلم ان في دراسة في روسيا، انا عارف ان الباسبور الروسي دلوقتي لا طبعا والدنيا مش متظبطة، وانا واحد ما بركومندش اي حد يروح. في حد تحت احمد اعتقد قال ان بالنسبه للمصريين احنا روسيا قفلت الدراسه للمصريين، انا ما اعرفش المدى صحه الكلام ده، احمد عليه بس هو كان احمد كتب تحت الكلام ده، واحمد من اصدقائنا فانا اثق في كلامه جدا. ايه الفائده لما تاخد بكالوريوس من جامعه روسيه؟ هل في فائده ولا لا؟ ولا مجرد بس دراسه؟ روسيا من الحياة الغريبة يعني، مثلا انه في دول كثيرة ما بتعترف بشهادة. يعني اتذكر اخوي طبعا هو دكتور اسنان عبد الوهاب، درس في روسيا، ولما رجع من روسيا معاه تخصص تقويم 4 سنوات. لما رجع السودان لما عادوا الشهادة ادوا له انه هو طبيب عام اسنان، تخيل. قالوا له لازم تعمل تريننج في عياده عشان تكون توصل للمرحله بتاعت انك تكون اخصائي. فشويه فشويه في الخليج برضو عندهم المشكله دي. الخليج برضو بالنسبه للشهادات الروسيه عندهم المشكله دي برضو، ما بيعترفوا بيها اعتراف كامل. وطبعا طبعا الأسوأ كمان الجامعات الأوكرانية. الجامعات الأوكرانية دي بيعتبروها كثير من الدول ان هي سكامرز، او هي شغالة أصلا، هي شغالة دلوقتي هي أصلا ولا شغالة حاجة؟ واي حاجة، وانت بتروح تدرس بالروسي وبالانجليزي ترجع من اوكرانيا يقول لك والله احنا ما معترفين بالشهادة دي. أوه فدي كنا بنشوفها كثير في الـ بتشوفها كتير يعني، ايام لما كنا في السعوديه وايام السودان بتشوف الناس جايين من اوكرانيا بيحاولوا تاني، لازم تعمل معادله للشهاده وتاخد لك يدوك سنه في جامعه محليه مثلا عشان وبالتالي احنا مش بننصح، انا اعتقد مازن هتبقى متفق معايا في الكلام ده، مش بننصح اي حد يروح روسيا او اوكرانيا يدرس، طبعا نتيجه الاحوال السياسيه الملخبطه اصلا ومحدش عارف الموضوع هيخلص على ايه. الجامعات الروسيه غير معترف بيها في اكثر دول العالم، وبالتالي خدت شهاده بكالوريوس هتعمل بيها ايه؟ مفيش اي حاجه خالص. حاول تتوجه لدول الاتحاد الاوروبي ودول الشنجن اكتر، نعم. وده اللي هسألك عليه يا مازن. تعرف مين من الدول اللي جامعاتها كويسة في الاتحاد الأوروبي أو في الشنغن؟ بالنسبة للشنغن طبعا ألمانيا هي توب يعني، وأنا شايف إن هي، لكن هي الفكرة بتاعتها هي اللغة. أنت بس لازم تجتهد على نفسك، تروح جوته انستيتيوت وتتعلم اللغة. وفي ناس كتير بياخدوا المسار ده، المسار اللي هو أنا عايز أروح ألمانيا، لأنه ألمانيا دراسة مجانية. ناس هي كتير الدولة عايشة الوحيدة، هناك. هل هي الدولة الوحيدة اللي في أوروبا كلها إن الدراسة فيها مجانية؟ بس والله ما أعرف إذا في دول تانية، لكن ألمانيا بالنسبة للأجانب هنا من الدول كمان اللي كانت دراسة مجانية. فنلند للفنلنديين، للفنلنديين عرفت، مش للنا. وتذكر لما رحت فنلند لقيت واحد سوداني فنلندي تمام. معاه جواز فنلندي، ودكتور ما شاء الله عليه، هو يمكن يعتبر رقم 7 أو 5 في وزارة الصحة هناك، يعني هو من أعلى الدكاترة الموجودين في فنلندا ومعاه جواز فنلندي، وتعلم اللغة الفنلندية برضه. واللغة الفنلندية من أصعب اللغات الأوروبية في العالم. ما تقوليش عارف انها شبه الاستوني، وانا عشت في استونيا سنه فعارف. اي نو أيوة هي قريبة من الستوري بالظبط. فتخيل اللغة بتاعتهم دي من أصعب اللغات، والزول ده اتعلمها وأخذ الجنسية في تقريبا 2 سنين ده وما زمان كان في. بقى، ده كان لا زمان. مش زمان، لا والله ما زمان، الزول ده ما قديم يعني، هو بقاله يمكن 10 سنوات في فنلندا. ما 10 سنين ده زمان، لان هي لغايه الشهر اللي فات كانت 4 سنين. انت تعرف لما خلوها 8 سنين دلوقتي؟ واو القانون اتغير. الحكومه اليمنيه الجديده غيرت القانون.
للأسف ايوه للأسف الحكومة اليمنية الجديدة غيرت القانون. للأسف الحكومة اليمنية الجديدة غيرت القانون. انت شغلت جهازين ولا ايه؟ شكلك شغلت جهازين مع بعض. استنى كده افتح تاني بقى كده، شيل ام ميوت شوف. لا انت ميوت دلوقتي. ايوه انا قفلت عشان في صوت ده. استنى كده ايوه افتح تاني بقى كده شيل ام ميوت شوف. تمام. لا انت ميوت دلوقتي. لا انا قفلت عشان في صوت ده. تمام. لا انت ميوت دلوقتي. لا الاول انت في حاجة عملتها كانت الدنيا زي الفل، تحب تنزل وتطلع تاني؟ يمكن يكون افتح كده، لو مفيش انزل واطلع تاني بقى احسن حاجة كده. خلينا ايه يبقى مازن يطلع تاني. بس يا جماعة لسه بنكمل كلامنا، لسه ده احنا عندنا معلومات كتيرة قوي مع مازن. ها مازن عملت لك انفيتيشن. تمام نجرب كده ونشوف شباب. انا هرد على كل الاسئلة بس استنونا بس نخلص كل المعلومات اللي احنا عاوزينها من مازن، وبعدين هنكمل اكيد الاسئله. انا قاعد شويه معاكم كبيره، مش عايز مش بفكر اقفل خالص دلوقتي، فاحنا قاعدين مع بعض. ها توكل على الله كده واتكلم. ايوه ايوه زي الفل رجعنا تاني. طيب احنا كنا بنتكلم على والله انا نسيت كنا بنتكلم على ايه. ثانيه واحده. فنلندا. ها على مين؟ فنلندا اخر. فنلندا بقول لك انها 8 سنين. شوف بقى الزهايمر 8 سنين على موضوع اسمه ده، على موضوع الجنسيه دلوقتي. البلد حلوه وجميله وانا رحتها كذا مره. برد طبعا، برد جدا جدا يا مازن. اكيد انت رحت في الشتاء مره ولا حاجه؟ لا انا رحت الحمد لله. انت عارف انا لما رحت صاحبي بيقول لي يا مازن انت محظوظ حظ، قال لي انت جيت في احلى ويكند في كل السنه. شهر خمسة كان 18 5 17 18 19 5 احسن زمن. انت اللي قال لي لا مطر لا هواء لا غيوم وشمس، الثلاث ايام شمس، فكان تجربه خرافيه. ويعني اكتشفت المدينه والبلد بطريقه جميله جدا. 3 ايام في الويكند كانت روعه. شباب ما فيش تغيير لقانون الجنسيه في بريطانيا، ما فيش حاجه حصلت، ما سمعناش ان في اي تغيير لقانون الجنسيه يا شباب، عشان بس ده انت تحت تقول الكلام ده. طيب تعالى بقى نتكلم على حاجة. أنا في واحد صاحبي عملها لابنه وأنت اتكلمت عليها، المجر. المجر أنا ليا واحد صاحبي ابنه وداه يدرس هناك هندسة مايكرو مش عارف ايه، مش لا سوري سوري بايوميديكال سوري أو حاجة زي كده، هو بايوميديكال انجينير. كان بيدفع 6000 يورو في السنة. أنت إيه رأيك؟ هل أنت شايف إن المجر كويسة؟ انا شايف انه شوف، هي انا شايف ان انا لما اقول كويسه انا بقارن باي دوله بره الاتحاد الاوروبي. صح، ما ده اللي بتكلم عليه. فانت اوريدي اذا بتدفع 6000، هي 6000 دي ممكن تدفعها في ماليزيا، ممكن تدفعها في دبي، في مصر 6 اكتوبر هتدفع 6000 دي. فبدل صح. ما تدفع في مصر ولا في بلد عربي، روح ادفعها في بلد اوروبي وخليه بعد كده يعيش، خلي ولدك يطلع يشوف حياته، يغير جوازه ويعمل لا فاهم. فيعني هيقدر ان هو صفقة. من معلش انا اسف قطعتك، هيقدر من المجر بعد ما يخلص بكالوريوس يروح بلد تانية يشتغل فيها جوه الاتحاد الاوروبي؟ طبعا في صعوبات. انا ما هتفلسف في الموضوع ده، لكن انا شفت يعني ناس اشتغلوا، يعني طلعوا من المجر راحوا هولندا او راحوا المانيا. طبعا هي فكرة اختلاف اللغات دي، هي دي المصيبة، هي دي المصيبة، انك انت لما تروح بلد يعني لما تروح بلد فيها لغة محلية. بس هي الفكرة انه مثلا المجر كل الدراسة بالانجليزي، معظم الدراسة بالانجليزي مش صح. باللغة المحلية. ابن صاحبي لما راح كان بيدرس بالانجليزي، صح بالظبط، كانش فهي دي بيدرس الفكرة، انك انت هتروح مش لازم تتعلم اللغة بيرفكت زي مثلا في ألمانيا مثلا، ولكن لازم هتتعلم اللغة عشان تتعامل مع الناس وكده وتتحرك. وانا لما رحت الناس بتتكلم انجليزي، يعني زي تشيك ريبابليك زي سلوفاكيا بيتكلموا انجليزي. انت رحت الدولة المتحف صح؟ ها؟ ايوه رحت رحت المتحف بالظبط. بودابست. بودابست فهي الفكرة انه هتتعلم عشان تتعامل مع الناس وكده. بس مثلا دولة مثلا زي ايطاليا ما فيش انجليزي، ما في انجليزي.
هتقول لي ما بيتكلم انجليزي نهائي، انت لو ضغطت في الشارع ولا بيساعدوك حتى. انا ليه؟ عشان في ايطاليا انا لفيت من ميلان لغايه رحت جنوب نابولي، اوكي فمن اللي فات الشمال هقولك. لجنوب رحت يمكن تسعة مدن وقرى ومدن صغيره وتاونز وكلام زي كده، ما بيتكلموا ايطالي نهائي، جازين انجليزي نهائيا. يا ربي. محمد سليمان هيقول لك ايطاليا خط احمر، لان محمد درس في ايطاليا، هيقوم يضربنا احنا الاثنين دلوقتي. هو بيحب ايطاليا جدا، خد بالك، اوعى تتكلم على ايطاليا وحش. لا هو ايطاليا حلوه، بلد حلوه، لكن الشعب ما بيتكلم انجليزي، لا بتتكلم ايطالي معاه. طيب بخبرتك انت، بما انك انت عارف الدراسه في دول كتيره في اوروبا وفي بلاد تانيه، ايه احسن دوله واحد جاي من دولنا العربيه، السودان، مصر، الاردن، تونس، ولسه هيطلع، ايه احسن بلد ممكن يدرس فيها بحيث تعمل له حاجتين؟ انه يدرس كويس فعلا، يعني يدرس فعلا ويتمكن من الماده العلميه، وفي نفس الوقت كمان يقدر ان هو بعد كده يحصل على اقامه او اقامه دائمه او جنسيه. سؤال صعب. انت خبير، انا بتعامل مع مازن اكسبرت بالمناسبه، فبسم الله ما شاء الله عليه يعني. بيعتمد طبعا، انا بالنسبه لي بشوف طبعا بريطانيا من اقوى الدول، يعني ما في منافسه اصلا. ليه؟ لانه موضوع الجرادويت فيزا ده لما اتعمل للموضوع ده اللي هو فيزا الخريجين، يعني انت لما تتخرج من بريطانيا بيدوك فيزا سنتين للبحث عن العمل وفيها ورك بيرميت، بمعنى انك انت في السنتين دي بتشتغل في اي مجال انت عايزه وبتطلع فلوس وبتدفع ضرائب واي حاجه، وبعد كده لو لقيت كفاله او سبونسر شيب خلاص بتدخل في نظام الهجره اللي هي بعد 5 سنوات تستلم اقامه دائمه وكده. فعشان كده انا بفضل بريطانيا في الموضوع ده، اذا الناس مقتدره تيجي بريطانيا على طول بدون كلام. الحاجه الثانيه انه فيزا الخريجين دي مثلا بتفتح لك المجال انك تاخد يعني تاخد سبونسر شيب، لو صح، اخذت سبونسر شيب زي ما قلنا بتاخد اقامه دائمه بتاخد جواز. كلامك صح. طيب كنت عايز اقول حاجه انا بصراحه نسيت. عاوز تقول على البلد الثانية بعد انجلترا ولا ايه؟ اوكي. دول ثانيه عشان ماشي، خد وقتك. ايوه محمد سليمان اتكلم عن ايطاليا، طبعا ايطاليا بالنسبه للدراسه كويسه للدراسه مقارنه مع بريطانيا من حيث التكلفه، لان فيها كوميونتي متنوعه زي بريطانيا. نعم ايطاليا طبعا، انا اختي درست في ايطاليا، درست ماستر ومنحه اسمها منحه المقاطعات. منحة المقاطعات حلوة، استنى احكي على منحة المقاطعات دي، الناس تقدم عليها ازاي؟ منحة المقاطعات دي انت بتقدم عليها على حسب المقاطعة اللي انت ماشي عليها، بيكون كل هي منحة حكومية على حسب الجامعة وعلى حسب الكورس اللي انت ماشي عليه. الا نجيب لينا تتكلم في لايف تحكي ماشي، كيف اهلا وسهلا بيها، يا لانه ريت. هي اللي قدمت ما شاء الله عليها واشتغلت واجتهدت اجتهاد تام، هي خلصت جامعة الخرطوم بكالوريوس معمار، هندسة معمار، بسم الله ما شاء وبعدها الله. اشتغلت سنة، وفي السنة دي قدمت على المنحة وطلعت على إيطاليا. بس الفكرة إنه المنحة دي أنا يعني مثلا جامعة الخرطوم كلية بكالوريوس وكلية زي كلية المعمار والهندسة المدنية، أنا ممكن أقول لك 60 70% منهم راحوا على إيطاليا منح. بالمنح دي، بالمنح دي. بالمنح. نعم. فهي كانت يعني الحلو برضو انه في جامعه الخرطوم المنحه دي بالظبط، زي جامعه الخرطوم الطلاب اللي فيها بيساعدوا بعض جدا، اللي بي عنده معلومه بيساهم انه بيعملوا ورشات، بيعملوا توكس، بيعملوا ورك شوبس، عرفت كيف؟ بيساعدوا الناس ان هم يطلعوا. طيب المنحه دي، انا هقاطعك معلش، المنحة دي مازن لأي حد في أي حتة في العالم ولا لدول معينة؟ طبعا في تكة كده موضوع السودان ده، ان هم مركزين مع السودانيين، اليمنيين، الفلسطينيين، في كام دولة كده السوريين، في كام دولة كده عندهم يعني عندهم حاجات أحسن من الدول الثانية. تمام. تقريبا مصر معاهم برضو.
ايوه، وبيكونوا قاعدين بيشتغلوا ان هم بيدوهم الدراسه كامله، بيدفع لهم دراسه وبيدوهم راتب، بدون راتب. بيدوهم راتب تقريبا في السنه مش كثير يعني، بيكون 300 يورو حاجه كده في الشهر، حلو، بسيط، ولكن مرتاح. بتشفيهم. وبعدين عندك كمان بيدوك كمان سكن، سكن بيكون مخفض يعني، بدل ما تدفع السكن المبلغ كامل بيكون مخفض السكن. فدي تجربة كاملة بتاعت إيطاليا، وأنا تمام. شايف إن في ناس كثيرة المفروض تقدم عليها، وهي منحة سهلة يعني، منحة لازم يكون عندك بورتفوليو، بس أنت تجيب قبول يعني. الواحد المؤهل خصوصا في المعمار وفي المدنية وفي الهندسة هتشوف يعني حياة كثيرة حلوة جدا، وفي كليات قوية جدا في يعني هي المعمار ده لعبة الإيطاليين، الإيطاليين طبعا طبعا. الرومان هم اللي بنوا العالم، وهم يعني الواحد لما يشوف الشغل بتاعهم في أسمرة مثلا، في إريتريا، ولا في ليبيا، ولا في الدول اللي هم احتلوها، الناس زي اللي عمروا البلاد دي بمعنى الكلمة. أيوه. طيب الناس تقدم على المنحة دي ازاي؟ ايه الموقع؟ يعني واحد دي عايزة لها عنده ريسيرش اللي كامل، أنا ما عندي تفاصيل إلا أقعد مع لينا كده، أقعد في مكالمة معاها أسمع منها كويس، وبعدين ممكن أديكم الخبرات بتاعت لينا وأشاركها مع الناس كلها. طيب سؤال ما اعرفش تعرف اجابته ولا لا، هل ليها اسم معين بالايطالي يدوروا عليه في جوجل؟ اسمها Italian Government Scholarship، Italian منحة Government. الحكومة الإيطالية. حلو جدا. و Districts، هي اسمها District Scholarship. ديستريكت ايطاليان ديستريكت سكولر شيب اور أيوة. ايطاليان جفرمنت ديستريكت سكولر شيب. أيوة. طيب ودي بتبقى منحه كامله يعني مش نص منحه، مدفوعه لا لا، بالكامل. منحة كاملة. أيوة، ما احنا يعني انت راحت ولا يوم حولنا لها فلوس يعني، فهي بتكون خلاص يعني الحمد لله. وبعد ما تخلص بيديك جرادويت فيزا تشتغل بيها ولا لازم نعم، تخلص؟ بدك فيزا خريجين 3 سنوات، والله حلو. فيزتهم 3 سنوات، وبس هي الحمد لله اخذت الان ورك بيرميت يعني، اخذت سبونسر شيب واشتغلت يعني. انت في ال3 سنوات دي بتدور على شغل، بتلاقي لو اول ما تلاقي شركه تعمل لك كفاله طوال بتنقل عليها. واحد يقول لك تحت مازن ملك المنح في العالم. انا متفق معاك متفق معاك تماما. بسم الله ما شاء الله، معلوماتك روعه على موضوع المنح. قبل ما لا نكمل الاسئله، لايكات وشيرز يا جماعه، لايكات وشيرز يا شباب. فين يا شباب اللايك؟ انتوا ده مش بفلوس، ده مجرد بتقعدوا تضغطوا كده بس، والله مش ايوه، عايزين فلوس. ادونا احنا عايزين ضغطات دي يا جماعه، ضغطات. دي ضغطات. الحاجه الثانيه، فولو لمازن يا شباب، فولو لمازن. يعني انا عاوز فولو اكيد، بس المره دي انا عاوز فولو مازن عشان نوصله 100,000. يعني احنا محتاجين بقى ايه، بنساعد بعض على ال 100,000 يا جماعه. محتاجين مازن يوصل ل 100,000، فاضل له 1000 ونص، فمحتاجين الفولو لمازن يا شباب. طيب المنحه دي بالايطالي كلها صح كده؟ لا بالانجليزي، طب دي معلومه مهمه يا راجل. لا بالانجليزي ما يبقى انت ما كده بيحتاج، ضد محمد سليمان تقول له لا ايطالي ولازم ايطالي، اطلعت بالانجليزي ايه يا عم؟ لا بالانجليزي، لا كانت دراسة بالانجليزي، نعم درستها بالانجليزي. طبعا في كليات بالايطالي، ولكن يعني في كليات كثيرة في الهندسة بتكون بالانجليزي، معمولة بالانجليزي وبعد كده 3 سنين، بتاخد 3 سنين وورك 3 سنين، فيزا. وبعد ال3 سنين انت ممكن تشوف شغل وتشوف سبونسرشيب على حسب، وخلاص انت اصلا اذا انت رحت منحه واصلا انت زول مؤهل بتلاقي شغل، في شغل يعني، ايطاليا ولكن فيها شغل. بس في شغل، ولكن الحاجه المهمه لازم نقولها انه رواتبهم تعبانه مقارنه بالدول الثانيه زي المانيا وزي هولندا، وزي الرواتب هناك 1300 1200 1500، ده الافريج بتاع ايطاليا. ودول دي الفكرة انه بيعرفوا يعيشوا بيها ال 1500 يورو، كانوا الاعلى حاجه 1500. بتعيش في ايطاليا، بتعيش لانه اكلهم رخيص يعني، خصوصا لو انت هتاكل في السوبر ماركت، هتشتري وهتطبخ بنفسك وكده، والايجار والايجارات برضه ما غالية خالص يعني، وخصوصا كمان لو انت طلعت من روما او ميلان او دول او المدن الكبيرة دي، هتلاقي ان العيشة رخيصة جدا في البلاد، لانه مثلا الطليان، مثلا الطليان كانوا بيجوا السودان بيشتغلوا يعني، مثلا في شركه اسمها كورب كوربوريشن، الكوربوريشن دي تابعه للسفاره، تابعه للسفاره الايطاليه، بيشتغلوا هم الشغل بتاع اللي هو الجزء الخيري او الـ الايد، زي يو كي اي، زي يو اس اي كده هناك. فكنت بسالهم عن رواتبهم، فبياخدوا مثلا 2000 دولار قاعدين في السودان ب 2000 دولار،
ومبسوطين مبسوطين وطايرين انا كنت بقارن يعني مثلا لو جبت واحد بريطاني وقلت له بديك 2000 دولار وتعال اقعد في السلم، ما بيقعد في السلم مستحيل يقعد في اي بلد اصلا 2000 دولار في فتخيل ليه اللي كانوا مبسوطين ليه؟ لانه 2000 مستحيل يجيبوها في ايطاليا، صعبه جدا في ايطاليا. معاك. طيب أيوه. ده بالنسبه لايطاليا، كده عرفنا ايطاليا تمام. ايه الدول الثانيه اللي انت بترشحها للناس؟ بس احنا بنتكلم اتحاد اوروبي يا جماعه، عشان حد كان بيقول لك احسن من امريكا وكندا، ما بنتكلمش على امريكا وكندا، احنا بنتكلم اتحاد اوروبي وبلاد الشنجن اللي احنا أيوه. فيها اللي حوالينا، مش فيها. فايه البلد اللي بعد كده اهو؟ وين تاني يعني؟ واحد واحد يوروب. والله يا اخي ما المنح الموجود، لو انت ما هي بيفرق معانا هنا، هل انت عايزها كمنحه ولا هل انت مقتدر ماليا ودار تدفع؟ طيب خلينا نسأل السؤال على إنها منحة الأول وبعدين ناخد مقتصد. المنحه انا كنت عامل فيديو 10 منح حول العالم، فمن المنح في منحه داد في المانيا، في منحه الهولنديه بسموها اورنج سكولرشيب، في منحه المجر بسموها ستبنديوم هنغاريكوم، في كم منحه موجوده، في منحه السويديه، منحه السويديه من اقوى المنح، وكل سنه في السودان بيختاروا 10 كانوا، وفي مصر تقريبا بيختاروا 20 او 25 واحد كل سنه، فهي منحة سويدية من أقوى المنح. ليه؟ لأنه بتروح المنحة بتعمل سنتين ماستر باللغة الإنجليزية، بعدين بيخلوك تقعد، يعني الفكرة إنه زي مش زي بريطانيا مثلا شيفنينج لازم ترجع سنتين برا بريطانيا، ولكن المنحة السويدية ممكن تاني يدوك مجال إنك تعمل بي اتش دي منحة برضو، تروح منحة، فبتلاقي نفسك أنت قاعد 7 سنوات أو 5 سنوات عملت، لا 5 سنوات عملت سنتين ماستر، 3 سنوات بي اتش دي، بعد كده بتلاقي شغل وبتلاقي جنسيه. واو ايوه محسوبه السنوات حقت الدراسه محسوبه، فهي السويد محسوبه. نعم بالضبط. مش زي بريطانيا بتتحسب من ورك بيرميت، من الشغل بتاعك، فاهم؟ لكن السويد انا بعرف سودانيين هناك لهم 8 سنوات معاهم جوازات سويديه وجلسوا في السويد وقعدوا وطلعوا بالمنحه دي، يعني طلعوا وما رجعوا تاني خلاص. سبحان الله. والمنحه دي منحه كامله برضو ما بيدفعوش فيها اي فلوس. ايوه اسمها سويدش انستيتيوت، سويدش ان اس اي سويدش انستيتيوت سكولرشيب. والتقديم فيها بتفتح من امتى ولا هو على مدار السنه؟ هم انا مش عارف التفاصيل بالضبط، ولكن لا عندهم فتره معينه، عندهم فتره معينه بيفتحوها، بس المشكله انه معقد الكورس، يعني التقديم حقه معقد شويه، ما سهل، يعني لازم تكون انت خبير وتكون فاهم انت بتعمل في شنو، بتكتب في شنو، وعندك ريفرنس وعندك ناسك وعندك منظمه وعندك شركه، وفي ناس يكتبوا لك ريكومنديشن ليترز، وبتجيب ورق، يعني مثلا شيفنينج ما بيسالوك عن ورق مختوم ولا مروس ولا كلام ده، لا السويديه بيكونوا عايزين ختم، بيكونوا عايزين توقيع، بيكونوا عايزين، فلازم تكون انت ورق اوراقك تامه بشكل كبير جدا عشان تقدر توصل للسويد وتشتغل وتعمل ماستر في السويد. هنا محمد سليمان كتب ان هي تفتح شهر 2، تفتح شهر 2 كبير محمد في الموضوع ده، على طول بيجيب لنا الحاجه من اصلها شهر 2. طيب دول كلهم منح ماجستير ودكتوراه صح كده اهو؟ نعم نعم. في منح بكالوريوس يا مازن؟ في منح البكالوريوس، ولكن انا ما متذكر، اذا في لسته موجوده معايا تمام، بس يعني من المنح البكالوريوس الموجوده طبعا في ميكست سكولر شيب بتاعت اليابان، دي اليابان اليابان دي ميكست سكولر شيب، فيها منحه بكالوريوس فيها ماستر وفيها دكتوراه. المجر برضه بكالوريوس ماجستير ودكتوراه، المجر برضه منحه كامله، منحه كامله. وعندك برضه التركية، منحه تركيا بياخدوا كتير بكالوريوس. بس خليني اسالك سؤال معلش، انا هقاطعك هنا، هي المنحه التركيه فائدتها ايه؟ يعني خد بكالوريوس من تركيا ايه الفائده؟ مفيش بالظبط. انا مجاني بس خلاص، انا عاوز اوصل اللي في منح هتاخدها يا باشا وحضرتك البكالوريوس على حساب البلد والكلام ده، بس هتخلص وبعدين
احنا هدفنا هنا ان الناس تخلص تعرف تكمل تاخد اقامه في دوله من الدول اللي بتدي جنسيه، تاخد باسبور تاني يبقى معاك جنسيه تانيه، ده الهدف اللي في دماغي انا. لكن ايوه روسيا صح. رحت خدت منحه يا عم ودرست وبتاع، وبعدين اوكرانيا زي ما انت بتسميها خدت ودرست، وبعدين تركيا، وبعدين تمام اليابان. اليابان لانك انت ممكن تاخد دلوقتي اقامه دايمه في اليابان، فانت هتدرس بيفتح لك مجال انك تاخد اقامه دايمه وتشتغل في اليابان وممكن توصل لجنسيه. انا كان بيطلع معايا ولاء هو مصري عايش في اليابان، كان بيقول لنا ان لا الدنيا مفتوحه خالص دلوقتي في اليابان، نتيجه طبعا ان الاجيال القديمه خلاص بقى على المعاش والكلام ده، انت واخد عارف، بالك؟ انا اليوم انا بتكلم مع صاحبنا خاله وهو بتكلم معاه في الان في طوكيو، ما شاء الله عليه، ده من 28 سنة في اليابان، متزوج يابانية بعياله يابانيين برضو يعني، يا ما شاء الله. فده ما شاء الله يعني، شوف ده قعد وعاش حياته، ناس طلعت واغتربت وعاش في اليابان. ومعاك معلش جنسية. كريم رسل لي رسالة في الخاص، يا انا رديت لك 3 مرات، انا بس ليه رسالة في الخاص بعد ما نخلص اللايف ان شاء الله، اسال اسئلتك، ما عندك مشاكل. وده معاه، وهو معاه باسبور ياباني مش كده يا مازن؟ لا 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 لا، ما اتوقع، ما اعرف، ما سالت السؤال، لكن هو جه السودان، يعني جه السودان 3 مرات وجاب معاه يابانيين اصحابه قبل الحرب، كانوا عايزين يعملوا مطعم في السودان، فشافوا كانوا عايزين يعملوا مطعم سوشي في النيل، على النيل يعني في مركب، جميلة دي. وكانوا جايين بقروش يعني، جايين بفلوس ضخمة يعني، وعايزين يعملوا استثمار، بس شافوا الوضع في السودان غير مستقر نهائيا، صح. كان في ثورة وكان في مظاهرات وكان في تقفيل وكان في يعني كان في مشاكل كثيرة، بعدين حصل انقلاب فقالوا خلاص ما هنجي السودان. لكن يعني شوف السودان 2021 2020 كان في بوتنشل بتاع ان هي تتحول لدولة خرافية، إن شاء ولكن الله هتبقى كده، إن شاء الله بس نقول الحمد لله يعني. هيحصل إن شاء الله. لا لا هيحصل، أنتوا عندكم بوتنشال عادي، بسم الله ما شاء الله. عاوز أقول لك معلومة طبعًا قدام الناس كلها، أنا أكثر الصحاب اللي بستضيفهم إيه؟ سودانيين، وده يدل إنكم بسم الله ما شاء الله ناجحين جدًا. يعني الله أنا بستضيف يخليك، مصريين من مصريين ناجحين طبعًا، وكل الجنسيات يسلمك، ناجحة، بس أنتوا بسم الله ما شاء الله. إذا كنت أنت محمد سليمان حيدر مثلًا، ايوه تقول لكم بسم الله ما شاء الله، بتطلعوا معايا وبتتكلموا فعلًا. دكتور أحمد مثلًا، دكتور احمد ماشي ابراهيم في النرويج مثلا ربنا يكرمه ويعزه، ماشي ف يعني بسم الله ما شاء الله. لا بص يا محمد سليمان بيقول اليابان ما بتقبل الزواج الجنسيه، عشان كده في ناس ما بتقدر تقدم عليها، هو ده السبب. زي ما محمد بيقول كده، انا اول واحد طوالي انت هتتنازل على الجنسيه السودانيه؟ في النهاية ده جواز ورق يعني، في النهاية انت لا سوداني، شكلك مش سوداني، كده، جنسيتك لا لا سوداني. لا مش بتكلم يا مازن انت عاوز، انا بتكلم قانونا حسب القانون السوداني من حقك يعني، القانون المصري بيسمح لنا ان احنا نتنازل على الجنسيه المصريه لو عاوزين. ما اعرف والله، ما اعرف، مثلا حاسس مثلا هنيدي تنازل على المصري طبعا صح؟ لا لا لا، معاه المصريه والسعوديه، معاه الاثنين. والله يعني السعودية قابلة بالازدواج الآن؟ ده اكسبشن، ده جاي من الدوله نفسها، ده اكسبشن، فهو محتفظ بالاثنين. يعني مثلا بشار ربنا يكرمه صاحبنا السوري اللي في كندا في بريتش كولومبيا، كان بيقول حسب القانون السوري ممنوع تتنازل على الجنسيه السوريه مهما حصل، وبالتالي دي ملهاش حل. لكن احنا في مصر مديانا الحق لو انت معاك جنسيه تانيه تقدم تنازل على الجنسيه المصريه وتتنازل على الجنسيه. فانا ما اعرفش السوريه دي وضعها. لا والله ما عندي فكرة بصراحة الموضوع ده. حاضر يا حاضر يا نوح، هنتكلم على الدراسه بفلوس، بس بنخلص المنح الاول، لان اكتر الناس بتدور على المنح اكتر ما في الحاجات اللي بفلوس. اليابان فيها منحه اسمها ايه بقى معلش يا مازن المنحه؟ Mixed scholarship MEXT. Mixed scholarship ميكس. MEXT. وليها ميعاد بتفتح فيه ولا لا يا مازن؟ برضو ما الا نشوف الا نفتح ونشوف، لانه بدل ما تسال الاسئله دي خلينا نفتح اللابتوب عشان افتح نكون اللابتوب. حلو زي الفل، احنا عايزين المعلومات لايف يا جماعه كده، وعلى ما هو يفتح اللابتوب فين الفولو والمازن كمان انت تفتح اللابتوب، ولا بس هشجع الناس اللايكات يا جماعه، الشيرز، يلا لايك يا جماعه، فين اللايكس؟ يعني 15400 بس، واحنا بقالنا ساعه ونص لسه التيك توك جايب لي رساله ان احنا بقالنا 90 دقيقه تاكلين لايف. احنا عاوزين يا جماعه لايكات على قد ما تقدروا، اللايكات مش بفلوس والله، اللايكات بتضغطوا بس كده، عايزين وانتوا قاعدين معانا كده وبتسمعونا وبتسمعوا المعلومات الروعه من مازن
تعملوا لنا الضغط على الايه، على الشاشه عندكم، لايك 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 لايك، وشير على قد ما تقدر. لو في حد مهتم بالمنح او بالسفر او بالهجره، حاول تشير له الكلام ده، شير الكلام ده على التليجرام لو عندك تليجرام جروب، شير على الفيسبوك جروبس اللي عندك، لان في ناس ما تعرفناش، فاحنا محتاجين الناس تعرفنا وتعرف احنا بنتكلم في ايه وايه الفائده اللي احنا بنديها للناس. فاللي احنا طالبين منكم حاجه واحده، لايكات وشيرز، وعاوزين نوصل مازن لل 100,000 هانت على الراجل، فاضل له 1000 ونص رجاله. فاحنا عاوزين همتكم معانا للناس اللي بتدخل دلوقتي وبتطلع، تدخل تطلع، عاوزين فولو لمازن. طبعا اعملوا لي فولو ده، اكيد انا عاوز الناس تعمل لي فولو انا كمان، ده مش حاجه يا جماعه. حاتم يا جماعه، حاتم ولاح، دول خطير جدا، اعملوا لي فولو. احنا عاوزين مازن كمان يا جماعه نوصله يبقى ان شاء الله 100,000 لاسباب. اولا مازن طبعا بسم الله ما شاء الله، هو زي ما انتم شايفين كده الشاب الوسيم الجميل ده بيعمل فيديوهات حلوه جدا جدا على 3 حاجات. هو نفس عقليتي انا كمان، عشان كده انا يعني مبسوط ان هو معايا. ايه بقى؟ هجره مع سفر مع شغل. يعني هو بيسافر زيي وبيلف او بيروح وبيجي وبيصور من البلاد الجديده دي وبيوري للناس المناظر الحلوه. الحاجه الثانيه ان هو بيتكلم على الهجره. الحاجه الثالثه بيتكلم على الشغل والمنح. الحاجه الرابعه ان هو مقيم هنا كمان معانا في بريطانيا، فهو عنده بسم الله ما شاء الله معلومات عنيفه جدا في الموضوع. فايه، شجعونا يا شباب، لايكات وشيرز وفولو لمازن وفولو ليا، تمام. ومازن هيجيب لنا معلومات دلوقتي طازه، يعني زي ما بيسموها، هيشوف لنا المنحه اليابانيه بتفتح امتى عشان لو حد عاوز يقدم. على ما مازن يخلص، مازن لو خلصت قول لي، على ما مازن يخلص. كان انا بيطلع معايا ولاء عايش، استاذ ولاء عايش مع في اليابان، وهو بقى له حوالي 2 سنين في اليابان، وطلع معايا في كذا لايف قبل كده اهو، واتكلمنا على موضوع الناس تروح اليابان تشتغل ازاي وتاخد اقامات ازاي وايه اللي مطلوب. هقول بس معلومه صغيره قبل ما مازن يتكلم، ان من اكتر الوظائف اللي مطلوبه هناك مش هتصدقوا ايه هي، ميكانيك العربيات، البينتر اللي بتاع العربيات، لانها بلد مصنعه للعربيات. وهو قال لنا ان في اخواتنا التوانسه واخواتنا السوريين مسيطرين على السوق في اليابان في موضوع ميكانيكا العربيات وكل حاجه بتخص السيارات والعربيات ودهان العربيات. وقال في كميه توانسه وكميه سوريين هناك واخدين اقامه. في سوري في تيك توك عنده ورشه، شفته؟ ايوه قاعد في اليابان، ده المفروض الناس نجيبه ونعمل معاه لقاء يوم كده. تعال تعال نحاول، ده هيكون مفيد جدا بصراحه. ده عاوزين نجيب الناس اللي هي في حتت بلاد كتيره جدا، نوري الناس ان البلاد مفتوحه وفي ناس بتروح لها يا مازن. في بلاد كتيره قوي، يعني انا بيطلع معايا مثلا ياسر من البرازيل، وبيطلع معايا بس مش تيك توك، على الفيسبوك واليوتيوب، الاستاذ علي. استاذ علي ده راجل محترم جدا، هو قد في السن بالظبط، اكبر مني ب4 شهور. ما شاء الله. علي بيتكلم، علي عايش هناك بقاله كتير، وكان بيتكلم على مميزات البرازيل، راح البرازيل ازاي، الجنسيه ازاي. طبعا عايزين نتكلم في البرازيل يا اقول لك، ده انا علي وياسر ادونا كميه معلومات انا ما كنتش اعرفها. اولا من الحاجات المهمه مثلا يا مازن، ان البرازيل لا فيها حتت امان كثيره، يعني انت مش رايح حتت مش امان، لا فيها امان. الحاجه الثانيه البرازيل، شوف الفكره ان هي عدم الامان دي كلها بروباجندا، وكلها بروباجندا من الويسترن كانتريز، ان هم عايزين يوروا ان البرازيل خطره ومش عارف ايه، بس الناس اللي بتروح هناك بتشوف حاجه غير كده نهائيا. فانا بالنسبه لي بعشق البرازيل، كنت عامل شعري اصفر، كنت عامل شعري اصفر عشان انا عايش جوه البرازيل وبلعب كابويرا وكلام زي كده. ففكره البرازيل برضو من الحياه اللي احنا ما عارفينها، برضو فكره انك في سودانيين كتير انا اكتشفت ولدوا عيالهم في البرازيل عشان ياخدوا الجواز، فاخذوا الجواز البرازيلي واولادهم معاهم جواز برازيلي، ولو عاشوا سنه او سنتين تقريبا الاهل كمان بياخدوا الجواز البرازيلي. فكرة العرس من البرازيلية برضو في سنة واحدة لما تتزوج بياخدوك الجواز البرازيلي. ثانية واحدة، أنت ناسي حاجة مهمة. الولد لما بيتولد هناك أو البنت بتاخد الباسبور البرازيلي وبتدي لإخواتها إقامة دايمة على طول. بياخدوا إقامة دايمة أون سبوت. واو. يعني تنزل الدنيا إخواتها كلهم ياخدوا إقامة دايمة وهي تاخد الجواز. بالظبط. فالمعلومة دي ناس كثيرة راحة منهم وما كانوا عارفين، وأنا شايف إن الجواز البرازيلي جواز قوي. مع انه بتشوفهم هنا في بريطانيا زينا كده ومهاجرين ومش عارف ايه، بس جوازهم بيدخلهم اوروبا بدون فيزا. في دول كثيره انت بتقدم عليها، نيوزيلندا بدون فيزا. ففي يعني هو جواز يعتبر جواز قوي ومحترم يعني جدا، فانا شايف ليه لا.
انا لو قاعد الان في السودان بطلع اروح اتزوج واحده برازيليه واروح اقعد في البرازيل سنه. طيب اسالك سؤال، ايه الدوله اللي في اوروبا في الاتحاد الاوروبي لو اتجوزت منها تاخد الباسبور، تقدم على الجنسيه بعد سنه، سنه واحده بس، 1 year، سنة مش عارف مين وين. ودوله شنغن ودوله ويست يوروب ودوله الاتحاد الاوروبي. ويست لما قلت انا كنت عايز اقول استونيا، لكن ويست يوروب وين؟ لا لا ويست يوروب، وانت اتكلمت عليها من شويه. يلا سهلتها لك. المانيا لا اختك درست فين؟ في ايطاليا. ايطاليا. ايطاليا لو اتجوزت ايطاليه وعشت في ايطاليا انت من حقك بعد سنه واحده بس تقدم على الجنسيه الايطاليه، وده يا جماعه موجوده على الموقع الحكومي الرسمي بتاع الهجره والجنسيه الايطاليه. واو واو واو. لا لا لو خلي طيب، خلفت عشان كده عشان كده المصريين مزوجين ايطاليات كده. بالظبط، ولو متجوز ايطاليه وعشت بره وخلفته بعد سنتين بتقدم، يعني مش لازم تعيش جوه البلد. طب حلو، اه كلام جميل ده. اتجوزوا ايطاليات بقى، اتجوزوا ايطاليات يا شباب. في النهاية أنا بشوف، أنا أوريك حاجة، اللي عايز يسافر يسافر، اللي عايز يهاجر لو حط الفكرة في راسه بيطلع. لكن الناس اللي يعني في ناس كتير بتكون قاعدة ما عارف، بلاش نتكلم. قول احنا صراحة وبنتكلم وبنقول لا ولا لا انا بشوف انه يعني في هي الفكرة، بس في الريسيرش الفكرة انك تقعد وتعمل بحث، تقعد تعمل بحث ويعني الانترنت والشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي ده كله موجود. انا ما احنا نتكلم قبل 5 سنوات ما كان في الكلام ده، ولا كان في الناس كانت بتتعب في لما تلاقي معلومه، ولكن الان المعلومه في قدامك في يدك، والناس ما بتكون عايزه يعني تتعب نفسها، الناس عايزه حاجه سهله. بس انت لو قعدت وعملت ريسيرش بتلاقي الخطط، بتلاقي الافكار، بتلاقي المنح، بتروح صح تقرا عن المنح، بتشوف القوانين، قوانين الزواج، قوانين الولاده، قوانين كلها موجودة في الإنترنت وسهلة جدا، بس الواحد بس يفكر ويعمل سيرش. وهتلاقي كمية ناس بتتكلم على الموضوع ده وجربوا الموضوع ده وبيكلموا من experience from experience بالظبط. point of view. يعني يا واخد أخي أنا بالك أديك كمان معلومة تانية. قول في واحد مصري كان عامل فيديو عن المكسيك، راح ولد بنته في المكسيك وأخذ الجنسية المكسيكية. اوتوماتيك. اه ما انا عارف دي بس ما اعرفش مين هو، اسمه ايه؟ تعال نجيبه. عمل فيديو هو مرته طلعوا ومشوا المكسيك، وعمل فيديو ان احنا ولدنا البت في المكسيك واخذت الجنس. انت ميوت، انت ميوت 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 ميوت. انا المعلومة ما كنت عارفها. اه انت عملت ميوت فجأة، ما اعرفش اللي حصل. انت بتقول كلام مهم جدا. جاني تليفون، جاني تليفون. يعني انا انا ما كنت عارف موضوع المكسيك ده. كل امريكا الشماليه، بص كل امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ما عدا دوله او دولتين في امريكا الجنوبيه، لو ولدت فيهم تاخد الجنسيه، لا الولد ياخد الجنسيه اوتوماتيك. بمعنى انا مش فاكر، كانت كولومبيا والجويانا الفرنسيه لانها فرنسيه، تمام؟ اي دوله ودوله كمان مش كده، اي دوله تانية هتولد فيها، هتولد فيها في امريكا الجنوبيه الولد هياخد الجنسيه اوتوماتيك، و90% هتاخد انت الاقامه الدائمه او الاقامه اوتوماتيك. انا البرازيل والارجنتين زي بعض في الموضوع ده. علي ايوه ولد ابنه، يعني علي صديقي ده ابنه اتولد في البرازيل، يعني هم هاجروا وراحوا البرازيل وابنه اتولد هناك، لما اتولد هناك على طول خد الجنسيه اون سوري ولاد ابنه خد الجنسيه، والولاد عنده بسم الله ما شاء الله اخين اخ واخت، الولد والبنت خدوا الاقامه الدائمه، الاب والام هو علي وزوجته خدوا الاقامه الدائمه اون سبوت. وش واو بس خلاص. وبيقول لك واو بعد سنه بتقدم على الجنسيه. وش فدي حاجه ايوه كويسه، فدي يا اخي. حاجه كويسه ما تعرفهاش. البرازيل فيها 10 مليون اصول لبنانيه، 10 مليون برازيلي اصله لبنان. ما بسم الله فتخيل بسم انت الله. الرقم يعني كبير جدا جدا جدا، وده من الهجرات القديمه. ما اللبنانيين، انت لما ان شاء الله ربنا يرزقك وتجينا بقى هناك في استراليا ونيوزيلندا، انا عاوزك تنزل سيدني وتشوف سيدني فريش. بسم الله ما شاء الله لبنانيين.
اخوات اللبنانيين في كل حته في سيدني، هتحس صح انك انت في لبنان بيروت اكتر من انك انت في سيدني. صح لا بشير هم بيقول لك الطفل بيتولد في البرازيل وبيجيب الخير لكل الاسره. اه والله يا بشير، بالظبط بالظبط، ما هو ده الاستثمار يعني، ده الاستثمار. وانا بشوف انه دايما يعني مثلا يعني مثلا في اغنياء، في اغنياء في السودان انا كنت بزعل منهم. ليه؟ لانهم ما اغنياء، انا بتكلم عن اغنياء مليونيرات، بتكلم تمام عن مليونيرات، ما كانوا بيفكروا لما حصلت الحرب دي، كانوا واقفين في الحدود في مصر في حلفة عشان يدخلوا ويلاقوا فيزا. فانت بتستغرب، بقول يا اخي انت ما كان عندك 100,000 دولار تروح تشتري جواز كاريبي مثلا؟ ما كان عندك فكرة انك تولد ولدك في البرازيل؟ ما كان، والحياة دي كانت متاحة. لكن الواحد مش يعني، الواحد بيكون قاعد في كومفورت زون، يب كونفرت قاعد زون في منطقة الراحة، وما كان متخيل اللي كان هيحصل لنا في البلد. العالم كلها تفاجأت يعني. لكن هي لوس اوبورتونيتيز بيسموها، او فرص ضائعه، كانت فرص ضائعه. ناس في السودان في مليونيرات كتير، كلها ما شاء الله. وبتكلم انا بارقام يعني، بتكلم في الزراعه، وفي الـ في الـ في الـ في التجاره، وفي الذهب، وكل ده. انت تكون ماسكين جواز سوداني واولادهم سودانيين، وهو بيعرف يتكلم انجليزي. احنا مش بنقول ان في باسبور وحش وباسبور كويس، احنا بنقول ان باسبور تاني او تالت بيفتح لك ما حاجات ده جديده. الفكره، ما ده اللي بقوله. بقول انك انت كان لازم يكون عندك بلان بي، بلان بي لازم تكون. انا بشوف انه لازم وسي يكون كمان بي وسي بي بي وسي. اه بالظبط يعني في واحد مثلا كان مره بيقول لي يعني انت خدت الباسبور النيوزيلندي وجاي انجلترا عشان تاخد الباسبور البريطاني، طب ايه اللي فيها؟ فين المشكله؟ ايه ما انا مش المشكلة؟ هاخد نفس الفرص، فين المشكله؟ كان اللي هو انت جاي واحد قال لي كده، اه ما انت جاي قاعد بتلم في باسبورات، طب ماشي فين المشكله برضو؟ ايوه، ولا ايوه بلم باسبورات، انت لم في حاجات تانية، انا بلم باسبورات. بيفتح لك اوبشنز وبيفتح لك فلوس وبيفتح لك شغل وبيفتح لك مجالات تانية وبيفتح لك حياه احسن، ليه لا؟ صحيح فكره اللي هو الباسبور مهم يا جماعه. بصوا الباسبور التاني او التالت دي حاجه مهمه، اوبشنز، بدل ما الناس قاعده طب انا هاخد منحه في كذا، طب انا هجيب الفلوس دي منين؟ تخيل كده مثلا يا مازن ان مثلا حد معاه الباسبور الفرنسي او الالماني او الكلام ده، بيورف لاولاده واولاد ولاده وهكذا، بيفتح لهم 29 دوله يا مازن، بيفتح لهم 29 دوله يا ابن الحلال. طب صح اللي انت عارف. صح طب ما قلتلناش بقى منحه اليابان شهر كام؟ انا نسينا. شفتها، هي خلصت يوم 17 ماي للأسف. تقريبا بتفتح السنة الجاية، هتفتح يا شهر 2 أو شهر 3 تقريبا، من فبراير لمي، من فبراير لمايو. من فبراير لمايو يا جماعه الناس تدخل تبص على منحه اليابان اللي اسمها ميكست ميكست Mixed Scholarship MEXT. ام اي اكس تي. في منحه تانية بقى انا ما اعرفش مثلا تعرف عنها ولا لا، بس دي انا عارف عنها، مناكي سكولر شيب بتاعت نيوزيلندا. لا ما بعرفها. لا مناكي دي بقى ميزتها ايه؟ انها بتفتح شهر 2 وبتفتح للدول معينه بس، كان منهم 5 أو 6 دول عربية، منهم مصر والسودان والجزائر والأردن وبلدين تانيين، والله أنا ما فاكر أساميهم إيه يا مازن الصراحة. مازن أنت قفلت الكاميرا، أه ماشي. المناكي ميزتها إنها مدفوعة بالكامل من الحكومة النيوزيلندية تماما. واو مشكلتها حاجة واحدة زي بريطانيا الشيفنينج، إنك لازم ترجع سنتين بلدك. تمام؟ بس دي ليها مليون حل وحل بعد كده، فممكن نتكلم فيها بعدين. لكن هو حلو. ميزتها هناك دي لازم اعمل عنها فيديو يا معلم. اعمل ادخل عليها هتلاقي كل المعلومات، اعمل عليها مفيده جدا. وفي هم ست دول عربيه بتتفتح، يعني في دول تانية بس انا بتكلم على الدول العربيه، منهم مصر والسودان والاردن والجزائر وتونس، وكانت بلد او بلدين والله ما فاكر مين تاني حقوق عليا نسيت الاسماء. دي اسمها مهمه جدا جدا جدا، مناكي. تمام ام اي ان اي كي اي، ده اسم ماوري، دبل اي دبل اي دبل اي دبل اي كي اي، ده اسم ماوري من اسماء الماوري يا جماعه اللي هم السكان الاصليين بتوع نيوزيلندا. المنحه دي ده حتى بيقول لك ايه الميزه كمان، بيقول لك ايه؟ بيقول لك افترض انك رحت، انت لازم تعمل كشف طبي طبعا، نيوزيلندا صعبه في الموضوع ده، لازم كشف طبي وكده، هتدفع فلوس الكشف الطبي من انت، وهتدفع فلوس التاشيره اول لما هتوصل البلد،
الحكومه هترجع لك الفلوس دي تاني، يعني حتى ثمن الفيزا وثمن الكشف الطبي واي مليم بتدفعه عشان توصل انك انت تاخد المنحه دي بيرجع لك تاني، غير ان هم هناك بيدوك فلوس، بيدوك سكن واكل وشرب وحياتك، وطبعا الدراسه ببلاش تماما ليك. فدي من الحاجات اللي بتفتح في شهر 2 من كل سنه يا جماعه، ده اللي عاوز يفكر فيها ويبص عليها. نوع الايلتس، الايلتس هيبقى مطلوب وهم هيدفعوا لك ثمنها برضه، حتى الايلتس اللي انت هتمتحنه هم بيرجعوا لك الفلوس. العيب الوحيد اللي فيها انك انت بعد ما بتخلص ده، او فيها ماجستير ودكتوراه الاثنين، العيب الوحيد لما تخلص مضطر تنزل بلدك سنتين، بس برضه ليها حلول ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. حلو حلو، دي انت عايش فيها يا مازن هاجي ولا بحث، عليها فيديو؟ هيعجب لا هعمل عليها بحث حلو كده واشوف اشوف وبعد الاليجيبل الميزه كانتريز. ايه بقى؟ ان هم بيجيبوا حاجات معينه تدرسها بتبقى مطلوبه في البلاد دي، يعني مثلا اديكم مثال، مثلا يقول لك ايه الزراعه، اللي عاوز يطلع يعمل ماجستير زراعه، اللي عاوز يطلع يعمل ماجستير مثلا هندسه معماريه، بيبقى كل سنه حاطط تخصصات معينه بتختلف من سنه لسنه. والبلاد غالبا انا قعدت بص على كام سنه هي نفس البلاد. مش كل السودان، السودان مش داخلة. لا السودان كانت داخله السنه اللي فاتت او اللي قبلها. شالوها، السنه دي قالوا دول هيجوا ما هيرجعوا. 25 25 والله الجيريا، انغولا، بوتسوانا، كاميرون، جيبوتي، اسواتيني، ايجيبت، اثيوبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، موروكو، عندك الدول رواندا، سنغال، مرة جديدة ما كانتش موجودة. تنزانيا، تونسيا، يعني دول عربية، تونس وإيجيبت والمغرب والمغرب، تونس وإيجيبت والمغرب. ده السنة دي، أيوة لا سافت كان فيها الأردن والسودان، أنا متأكد أنا قريت فيها، عملت عليها فيديو أصلا. لا الأردن موجودة في آسيا، الأردنيين موجودين برضه، لكن السودانيين ما دخلوا فيها. 2000 وكام دي؟ 24 ولا 25؟ دي لغاية 2000 2005، لا هي ما فتحة، لكن 2024 يعني السودان ما موجود في يعني انا الاسكان. عملت عليها فيديو كان فيها السودانيين، ممكن تكون اتلغت السنه اللي فاتت. شوفها السنه دي هيحطوهم فيهم تاني ولا لا. نشوف نشوف اي دي برضو اعمل عليها فيديو، حتى لو كده اعمل عليها فيديو، دي آه لا كويسه. لا دي حلوة ممتازة، اي لما يفتح ان شاء الله بنعمل عليه. وخدوا بالكم يا جماعه بيردوا لكم كل فلوسكم، اي فلوس هتدفعها عشان تروح هتترد لك كلها، فانت في الاخر بتروح من ولا مليم، بما فيها الفيزا والايلتس والكشف الطبي والكلام الجامد ده، الفلوس كلها بترجع لك تاني. دي من المميزات الحلوه قوي بتاعتها. تمام مازن، نقفل على أيوة كده ماشي، عشان كفايه، انا طولت عليك جامد. انا عاوز اتكلم معاك من النهارده لغايه بكره، بس برضو انا بستحرم ان انا قاعد الناس 3 4 ساعات معايا. احنا عاوزين لا الله عاوز يخليك، نقعد شكرا على عاوز الاستضافه نقعد الجميله. بس انت لا لا بكره، بكره ان شاء الله يا جماعه شفنينج مع استاذ نبيل واستاذ حاتم، ان شاء الله هنكون لايف الساعه 8 بي ام شفنينج، باقي اسبوعين فقط، الاسبوعين دين احضر معانا قدم وان شاء الله يقبلوك في منحه شفنينج. بالنسبه للدراسه بفلوس هنتكلم عليها في حلقه ثانيه، خلونا نقسم الدنيا يا جماعه. ان شاء الله هنطلع مع مازن ويكلمنا على الدراسه بفلوس. خلينا النهارده اتكلمنا عن منح، كتر الف كيلو، قال لنا كم معلومه ما كناش نعرف عنها اي حاجه. بكره الساعه 8 بالليل بتوقيت لندن، 10 بالليل بتوقيت القاهره، انا ما اعرفش الخرطوم تبقى كام، تبقى 10 بالليل برضه الخرطوم، شرب الليل اي الخرطوم 10 بالليل برضه، الرياض 10 بالليل، كله هتبقى 10 بالليل. مازن وانا هنطلع عند نبيل في القناة بتاعته إن شاء الله في التيك توك، وهنتكلم على شيفنينج. مصلي أنا هبقى مستمع أكتر ما أنا بتكلم، لأن هو مازن هو اللي هيبقى الإكسبرت في الموضوع. تمام تمام ماشي يا مازن، شكرا جدا شكرا ليك يا لك، حبيبي. ده لا ده شكرا أنا اللي لك اتشرفت. قبل ما نمشي الفولو يا جماعة، قبل ما تمشي ثانية واحدة، فولو يا جماعة لمازن، فاضل له 1000 فولو. وشوية ويوصل 100000 احنا الى الان قاعدين في لندن وقاعدين نتكلم، احنا المفروض نكون مع بعض نشرب قهوة دلوقتي. انا ما عنديش مشاكل نعملها، لو انت الاسبوع اللي جاي تعالى نقعد مع بعض ونفتح مع بعض لايف، ايه رايك؟ خلاص قدام انا جاهز. خلاص ايه النهارده جت عشان جت كده، بس احنا جت في مخي الفكره، ايوه كلمتك وانت كتر خيرك قلت ايوه لي اه، ايوه دخلنا مع بعض ان شاء لا الله. لا تسلم تسلم، ماشي يا مازن، شكرا ماشي يا حبيبي، الله يلا مع يخليك. السلامة. تمام، سلام عليكم، مع السلامه يا مازن. انا هنزل مثلا وهقعد بس دقيقتين كده اتكلم مع الناس، وبعدين